برغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، ظل جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صمام الأمان في تصديه للممارسات الاحتكارية لكبار رجال الأعمال والتجار. الدكتورة منى الجرف حصلت على بكالوريوس الاقتصاد عام 83 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ثم الدكتوراه في الفلسفة في الاقتصاد عام 1996 من ذات الجامعة. وبجانب التدريس، شغلت الدكتورة منى الجرف عددا من المناصب الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء ومركز الدراسات الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، هذا بالإضافة إلى منصب مدير الأبحاث بالمجلس الوطني المصري للتنافسية في مارس 2012، لتصبح رئيسا لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. بين الجريمة والفساد والاقتصاد الحر تبقى الضامن الوحيد لأسواق مصرية خالية من جشع التجار وارتفاع الأسعار. باختصار، معنا في حلقتنا في نساء في الاقتصاد الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، في حوار لا تنقصه الصراحة عن الحالة الشخصية وأيضا الاقتصادية. أهلا بك معنا. أهلا بك. أهلا بك دكتورة. من البداية عايزين نعرف قصة نجاح لسيدة مصرية، بدأت دراستها ازاي؟ اختارت مجالها بإرادتها ولا اتفرض عليها زي ما بيحصل في مجتمعاتنا في بعض الأحيان؟ الدكتور عايز بنته تبقى دكتورة، المهندس عايز ابنه يبقى مهندس، حتى وصلتي إلى مرحلة رئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار. أهلا بيكم أولا. وطبعا فيما يتعلق بفرض ان يتفرض عليا ان انا ادرس ايه او ان انا اتخصص فيه، انا والدي كان استاذ في كليه الحقوق، فهو كان قانوني ولم يرد على الاطلاق موضوع الفرض، فاذا كان فرض فكان هيفرض ان انا ادرس حقوق. لكن عايز اقول حقيقي كان اختياري لدراسه الاقتصاد وان انا انضم لكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، ده كان بالنسبه لي حلم، كنت بحلم ان انا انضم الى هذه الكليه. والحمد لله وفقت في ان انا دخلت الكليه، وفقت ان انا اكون من الاوائل واتعين كمعيده واخد المسار الاكاديمي من معيده لمدرس لاستاذ مساعد لاستاذ. كان حلم ان انت تدرسي الاقتصاد ولا السياسه؟ يعني دايما بنشوف ان العلوم السياسيه والاقتصاديه بيبقى الهدف الاول عند اللي بيدرسها انه يكون سفير. بص حضرتك، عشان كلامك بصراحة، أنا ما كانش هدفي إني أبقى سفير، لكن كان هدفي إن أنا أدرس سياسة فعلا في الأول. بتبقى أنت عارفة موضوع السياسة بيخليكي أحيانا بتشعري إن أنت قريبة جدا من اللي بيحصل في المجتمع، سواء كان المجتمع المحلي أو المجتمع الدولي. وفعلا لما ابتديت أدرس السياسة في الكلية كان عندي شغف إن أنا أعرف كل حاجة بتحصل سواء في داخل مصر أو في الإقليم أو في العالم ككل. لكن لما ابتديت احرك بعد سنه اولى ودرست الاقتصاد، وجدت ان هما الاثنين حقيقي اقتصاد وسياسه هما مترابطين جدا. انت ما تقدريش تدرسي اقتصاد بعيد عن انك تكون عندك علم بالسياسه، والعكس صحيح، ما تقدريش تكوني سياسيه ناجحه من غير ما تعرفي القوه الاقتصاديه للدول المختلفه. وده انا بقوله دلوقتي كمان بالنسبه للقانون، ما تقدريش تبقى اقتصاديه جيده في الوقت الحالي من غير ما تعرفي قانون، حد ادنى من القانون. مين بيأثر على الثاني اكتر، الاقتصاد ولا السياسه؟ هو يعني القوه السياسيه بتعكس القوه الاقتصاديه، يعني عشان يكون لك وزن سياسي في المجتمع الدولي ده بيعكس قواك الاقتصاديه. اذا ما فيش قوه اقتصاديه من اين ستاتي بالوزن السياسي؟ يعني فيعني فهم مترابطين ومتلازمين، ومش ممكن تدرسي واحد ولا تفهمي واحد من غير ما تفهمي الثاني. لكن الاقتصاد شدني اكتر حقيقه الامر، لان في قدر اكبر من التحليل بالنسبه لي، يعني وفي انعكاس مباشر على المواطن العادي. يعني زي ما حضرتك قلتي في البدايه، ارتفاعات اسعار وجشع تجار، وكل دي امور بتتعلق بالاقتصاد، بتتعلق بحياتنا اليوميه. يعني حتى كان اول حاجه بنقولها للطلبه في اول محاضره في الكليه، إن كلية الاقتصاد دي كلية أحيانا بدراستها ممتعة، بغض النظر عنها دراسة، هي ممتعة في القراءة، ممتعة بأنها بتخليك دايما بتتابعي إيه اللي بيحصل في بلدك، إيه اللي حصل إيه في السوق النهاردة، أسعار الطماطم إيه، أسعار الخضار إيه، أسعار السيدات كمان، يعني تهم كل إنسان لحياته العادية. وهي إحنا كاقتصاديين بندرسها، هي ليه بترتفع، هي ليه بتنخفض، إزاي ممكن أواجه المشكلة دي، إزاي ممكن أنا أثر في السعر، إزاي أثر في الجودة، أروح لأنهي جهة، أنظم السوق إزاي عشان أضمن حماية مصلحتي. عندنا أسئلة كتيرة ليك كيف
كل المجالات دي. فخليني أنصح لك إن أنت تكملي قصتك لا وإزاي فيعني هو وصلتي انا للوظيفة باكد دي. لحضرتك ان فعلا اختياري كليه اقتصاد الحمد لله ده كان اختيار. وبعدين عايزه اقول لك يعني بس بدون فخر، بس هي كليه اقتصاد من الكليات اللي بتاخد اعلى درجات، فما كانش فيها اجبار يعني، دي كانت رغبه وامنيه بالنسبه لي، ولما اتحققت كان بالنسبه لي حلم، ابتديت احط رجلي على الطريق. الحمد لله برضو بقول لك انا برضو تمنيت ان اكون في كارير الجامعه، يمكن عشان والدي كان استاذ في كليه الحقوق. انا بحب التدريس الاكاديمي، يعني بحب عمليه التدريس، بتشعرني بمتعه، احتكاكي بالطلبه واتصالي بيهم بشكل مباشر بيشعرني بمتعه يعني، وبيخليني دايما ابديتنج، دايما بتدفعي نفسك انك تطوري وانك تقري وانك تتعلمي، ما توقفيش عند نقطه معينه، لان دايما الجيل الاصغر بيبقى هو اكثر يعني اطلاعا، فانت بتبقي دايما عايزه تبقي يعني معاه على نفس المستوى، فده بيدفعك دايما انك بتطوري من نفسك. فبرضه تمنيت اني اكون في الاطار الاكاديمي، والحمد لله يعني الحمد لله ربنا وفقني في هذا المجال. وما انكرش هنا ابدا ابدا دور عيلتي في هذا الموضوع، يعني سواء كان والدي او والدتي او زوجي من بعدهم، يعني ان في الدفع الى المجال ده. فيعني انا بقول ان انا اخترته باختياري، والحمد لله اني نجحت في اني اوصل له. الزوج في كل الحالات وعند كل السيدات بيكون يعني محور مهم لنجاحها. بتوصل لمرحلة معينة كأستاذة جامعة، وممكن رجال كتير بيبقوا ما عندهمش مانع إن هي تكون أستاذة في الجامعة ناجحة، لكن لما بتتحول لمنصب بيكون عندها فيه احتكاك وإدارة، بيكون ليه انعكاس بشكل سلبي عليه هو أو على الأسرة بشكل عام. بصي حضرتك الحمد لله، انا كده بقول انا لما بتكلم على الحمد لله، اذا كنت وفقت في عملي فانا كل اللي حواليا هم سببهم، يعني اذا كان انا ليا نسبه 20% فهم لهم ال 80. اولا بتبتدي بوالدي ووالدتي، لان هم اللي كانوا بيشجعوني دايما، ومش هكذب عليكي ان بيجي لنا الواحد لحظات اول ما اتجوز وبعد ما انجب بتجي له لحظات احيانا احباط، وهو مش قادر يوفق ما بين دراسته وما بين الماجستير والدكتوراه وما بين اسرته وما بين اطفاله، فبيجي له احيانا لحظات ضعف مش قادر يوفق ما بين كل ده. لولا ان اللي حواليه كانوا بيدعموه وبيشجعوه وبيساعدوه، ما اعتقدش ان انا ممكن ابدا كنت اوصل ان انا اكمل مشوار. زوجي كان له دور كبير جدا، ما اقدرش انكر هذا. يمكن برضه الحمد لله ان انا وفقته، استاذ برضه في الجامعه كليه الطب، فبرضه هو متفهم يعني ايه ماجستير، متفهم يعني ايه دكتوراه، متفهم يعني ايه ان الواحد ينجح في كاريره الاكاديمي. فبالعكس ده هو كان يؤنبني اذا لقاني متاخره في التقديم على الترقيه، انت تاخرتي في الوقت، انت لازم توفري وقتك للترقيه، ما تبقيش متاخره عن دفعتك، يعني بالعكس هو كان دكتورة حافز ليا. هنتقل معاكي لمرحلة تانية. بالتأكيد إن العمل الأكاديمي بيبقى محكوم بوقت بتقدري فيه تكوني بتمتلكي كل أدواتك، لكن عندما تنتقلي من عمل أكاديمي إنك ترأسي مجلس أو مركز الدراسات الأمريكية بكلية العلوم السياسية، ده بيكون مرحلة تانية من التعامل، من إنك بتشوفي الواقع وكمان بمحاذير. هو بصي حضرتك طبعا زي ما حضرتك بتقولي بالظبط، في المرحله الاكاديميه يمكن الحمد لله الواحد كان موفق في البدايه الاكاديميه، زي ما حضرتك بتقولي بيبقى وقتك الى حد ما ملكك، في قدر من الدراسات وتروحي المكتبات، بتقدري انت تنظمي وقتك بما يتسق مع ظروفك. فدي كانت المرحلة الأولى الواحد بنى فيها نفسه. بعد ما الحمد لله الأمور كانت سواء على المستوى الأسري أو على المستوى العلمي، كنت خلاص وصلت لدرجة أستاذ، وفي نفس الوقت كانت أسرتي الحمد لله ولادي كبروا ومنهم من تخرج من الجامعة، فبالتالي أصبح عندي قدر من الوقت ومن المرونة أوسع كتير، فده أهلني إن أنا أمسك، ممكن أمسك في الوقت ده أبقى مناصب إدارية، ممكن إنك تدي وقت أكتر لعملك. بس ده معناه ان انت تزوجتي في سن صغير. بعد التخرج مباشرة، بعد التخرج بسنة يعني، يعني كان دايما كده بتهيألي كان ده السن الطبيعي وقتنا يعني، ده كان السن الطبيعي خلاف انك اللي بيحصل تتخرجي دلوقتي خالص. بالظبط. دلوقتي احيانا كتير بيفضل انه يؤجل سن الزواج لحد ما تحط رجلها على الطريق وتبني حياتها، لكن انا اتجوزت يمكن بعد ما اتخرجت مباشره يمكن بسنه، وابتديت بقى مشواري الماجستير ودكتوراه والانجاب، كل ده في المرحله الاولى. فهنا عشان بقول مساندتي اسرتي كانت قويه جدا. بعد ما خلصت الطريق ده الحمد لله كان ولادي كبروا، فده اداني بقى فرصه ان انا اخرج من البيت اكتر، ان انا يبقى عندي وقتي متاح ليا بنسبه اكبر، وبالتالي قدرت بقى امسك مناصب. ده ما يمنعش ان انا قبل كده حتى وانا في الجامعه مدرس او خلافه كنت بقوم، ولكن كلها كانت حاجات بارت تايم، يعني حاجات تاخد بعض من الوقت، يعني كنت بحاول بقدر الامكان اشارك كباحث في مراكز، ك مش استشاري ولكن كخبير في بعض من المؤسسات، يعني اشارك في ابحاث في مؤتمرات سواء دوليه او محليه او اقليميه، ولكن كلها في النهايه كان الوقت في ايدي، كنت بحاول ان يبقى فيها قدر من المرونه في التحكم في الوقت عشان اقدر اوفق ما بين الاسره
الاسره واوافق ما بين عملي، لكن بعد كده يعني قدرت ان انا ادي وقت اطول في الوقت الحالي للعمل الحقيقي، وده اللي ساعدني ان انا اخد مناصب اداريه. بس خليني اتكلم في فتره ادارتك لمركز الدراسات الامريكيه. زي المركز كان اكيد عنده محاذير بشكل معين، اختيار الشخصيه اللي هتدير المركز لازم يكون عندها سمات معينه، الدراسات اللي بتنتج عن هذا المركز كمان بيكون لها ضوابط وقيود، خاصه وان احنا دايما كحكومه او كشعب بنبص لاي جهه بتقدم تقارير لاي دوله تانية، خاصه لو كانت دوله زي امريكا. لا بصي حضرتك، برضو انا تجربتي في اداره مركز الدراسات الامريكيه كانت تجربه قصيره الزمن نسبيا، لان انا يعني يمكن تعينت في المركز وبعد كده طرحت عليا اداره الجهاز، وبالتالي استقلت من المركز لان كلاهم كان بيتطلب تفرغ، فبالتالي ما اقدرش اقول ان انا قعدت فتره طويله عشان المس كل هذه العناصر. لكن كيف تم الاختيار؟ تم الاختيار لان انا قعدت فتره طويله كنت في كبير الاقتصاديين في مكتب وزير الصناعه والتجاره، وكنت ماسكه ملف مفاوضات مع الولايات المتحده الامريكيه فيما يتعلق بمنطقه التجاره الحره. منطقه التجاره الحره اللي كان مشروع ده في فتره المهندس كانت 2005 بالظبط، كان 2005، وكنا قطعنا شوط كبير جدا، كنا داخلين فعلا على انه هيتقدم الى الكونجرس طلب ببدء التفاوض على منطقه التجاره الحره مع مصر، وكنا داخلين في هذا الاطار وكنا بنحضر له ترتيبات كبيره جدا، كنا مشكلين وفد على مستوى مصر ككل من كل الحكومات، وسافرنا فعلا واشنطن مرتين. واتهاجمته كتير بسبب الاتفاقيات اللي مع أمريكا، اتفاقيات اللي كان فيها جزء خاص بالصناعات النسيجية اللي هي اتفاقية الكيو اي دي. هي دي طبعا يعني طبعا بص هقول لحضرتك على يعني حاجه، حاسه دايما مشكوك في كل التصرفات او النتائج او الدراسات. بص هاخد من كلام حضرتك واتكلم على منطقه، هي دي اللي حصل عليها جدال مثلا، منطقه اللي هي الكيو اي زي او المناطق الصناعيه المؤهله، ده اتفاق كان حصل سنه 2004، وعايز اقول حضرتك الفكره دي طرحت على مصر من التسعينات، والاردن سبقتنا فيها بتوقيع سنه 96، طرحت على مصر من التسعينات ومصر كانت بتؤجلها. الحاجه اللي لازم نفهمها كلنا ولازم نعيها، ان احنا بنعمل اي اتفاق دولي بين اي اطراف كلهم لازم ينتفع من هذا الاتفاق، والا الاتفاق مش هيتم. يعني ده منطق لازم نقبله، ما تخيلش ان انا هدخل في اتفاق دولي وانا الوحيده المستفيده، لا شك هدخل في اتفاق انا ساستفيد والطرف الامامي سيستفيد، والا لن يدخل هذا الاتفاق. بس المهم انت الفايده اللي بتحققيها من هذا الاتفاق هي ما ترغبي فيه، التضحيه اللي هتضحي بيها في المقابل انت مستعده تتنازلي عنها. لكن اذا اعتقدت عند اي واحد ان انا بخش اتفاق دولي لان انا لابد ان اكون انا الفائز واللي قدامي هو الخسران، مش هتحصل. ففي اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة لما قررت الحكومة المصرية وزارة التجارة والصناعة انها تدخل فيها سنة 2004 كانت هناك ضرورة ملحة، يعني هي عرضت على مصر من التسعينات ولكن تم الموافقة عليها سنة 2004، لان كان وقتها قطاع النسيج في مصر كان بيواجه مشاكل كبيرة جدا، وابتدى كثير من التعاقدات تتوقف، لان كان وقتها لو يعني مش عايزه اتقل على المشاهدين، ولكن كان وقتها اللي هي اتفاقيه ال 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 الاتفاقيه لا اسف اتفاقيه الالياف المتعدده في اطار منظمه التجاره الدوليه كان انتهى العمل بيها، والاتفاقيه الالياف المتعدده دي كانت بتحدد حصه لكل دوله تصدر بيها الى الولايات المتحده الامريكيه. هذه الاتفاقيه انتهى العمل بيها من يناير 2005، واصبح الامر منافسه حره، اللي يقدر انه ينافس يدخل السوق الامريكي. فالصناعه المصريه لم تكن تستطيع ان تنافس بشكل واضح مع بعض من الصناعات، خاصه دول جنوب شرق اسيا حقيقه الامر، فيتنام وبنجلاديش، كل هذه الدول كانت بتستاثر على سوق الولايات المتحده الامريكيه. فبالتالي كانوا هنا في الوقت ده كنا في حاجه ملحه ان احنا هنحط معامله مميزه في السوق الامريكي للصناعه المصريه. فكان الوسيله هي اتفاقيه مناطق الصناعيه المؤهله، انها منحت المصدرين المصريين انهم يدخلوا السوق الامريكي من غير جمارك على الاطلاق، فده اداكي ميزه في السوق الامريكي. فقدرت الصناعه المصريه، صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه بصفه خاصه، انها تستمر في النفاذ للسوق الامريكي وتستمر تتمتع. بس كان في شرط ان استورد من اسرائيل بحجم معين، بقدرات، بتكلفه معينه، تمام، عشان اقدر اصدر. ليه الربط السياسي في اتفاقيات المفروض ان هدفها الاساسي هو اتفاق اقتصادي؟ خليني اسمع اجابتك واسمع اجابتك على موضوعات كتيره هنستغل وجودك معانا فيها بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل قصير ونستكمل اللقاء. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتورة منى اسمحيلي ان انا ارحب بوجودك معانا مرة تانية. ترحب بيكم. اهلا بيكم دكتورة. كنا بنتكلم ليه دايما احنا كمواطنين، مش هتكلم على اجهزة الدولة، عندنا شك في كل اتفاقيات دولية خاصة مع دول بعينها بشكل خاص، وليه دايما الدول دي بتؤكد الشك بتصرفاتها لما يكون في ربط ما بين مصالح سياسية
قضايا اقتصادية واتفاقيات اللي المفروض ان الهدف الاول فيها يكون مصلحة مشتركة اقتصادية للطرفين؟ انا بعتقد حضرتك يعني الشك ده جاي من عاملين رئيسيين. اولا يمكن قد يكون ما فيش شفافية كاملة في عرض المعلومة، يعني انا لو بعرض المعلومة بوضحها فممكن الجمهور والعامة يبتدي يستوعب ويفهم ده بيحصل ليه. فالشفافية ومرتبط بيها احيانا بصراحه عدم المعرفه، الطرف الثاني ما بيبقاش عارف بالظبط، وده ناتج برضو عن الشفافيه، ان هو احيانا ما بيبقاش فاهم الموضوع، الموضوع ممكن يبقى فني تقني، في فعلا جوانب سياسيه وجوانب اقتصاديه، وممكن يكون العامه مش عارفينها، فبيخلق دايما الشك ان هناك نوايا اخرى ومش معلومه. عشان كده نقطه الشفافيه وان الحكوميين يتحدثوا دايما يعني بصوره واضحه عن الاجراءات اللي بتتخذ، وزي ما حصل امبارح على سبيل المثال انا بطلبها، يعني امبارح بيتكلموا عن مشروع قناه السويس و الشركات التي قدمت، انا يعني حقيقي عجبتني الطريقه جدا، بعرض كل الشركات التي قدمت والشركات اللي قبلت عروضها الفنيه والتي لم تقبل، يعني الشفافيه في العرض بتخلي الانسان يثق في النتيجه في النهايه، يعني يبقى فاهم الاجراءات تمت ازاي، فيمكن ما وصلتش المعلومه بشكل كافي للمواطنين. اما في الوقت الحالي مش هكذب على حضرتك ان من اول 2011 الى وقتنا الحالي حصل قدر كبير جدا من البلبله في السوق، خلت كل واحد بيشك في اي حاجه، يعني بعضها عن حق والكثير منها بدون حق. لكن في اتفاقيه زي اتفاقيه الكيو اي زي، لان انا يعني كنت شرفت ان انا في الوقت ده كنت بعمل في وزاره التجاره الصناعيه، يمكن ما كنتش من يعني متدخله في موضوع هذا الاتفاق، ولكن كنت بعمل على الملف الامريكي في بعض من العلاقات الاخرى، فانا اعرف كل تفاصيل هذه الاتفاقيه او اعرف قدر كبير من تفاصيل الاتفاقيه، فهي كان لها دواعي اقتصاديه. وزي ما رجعت وقلت لحضرتك ان لابد ان انا اتفهم تماما ان لما بدخل اتفاق ان الطرفين لابد ان يحققوا منفعه ومصلحه من هذا الاتفاق، بنقول عليها وين وين سيتويشن، كل طرف لابد ان يستفيد، انا كانت فائدتي اقتصاديه بالدرجه الاولى، الطرف الاخر اللي هو الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل كان الغرض منها قد يكون سياسي، وهو البدء في بناء او تعميق علاقه اقتصاديه او علاقه اعمال او علاقه تعامل بين الجانب المصري وبين الجانب الامريكي والجانب الإسرائيلي، فهي قد تكون المصالح مختلفة. طب هل احنا حققنا بالفعل مصالح اقتصادية؟ يعني انا شفت الانتقادات اللي كانت بتوجه دايما للاتفاقيات دي انها سمحت لعمالة اجنبية سواء هندية ارخص من العمالة المصرية، سمحت لنماذج مختلفة من الاقتصاد انها تعيش وتكبر جوه مصر، والعائد دايما في زي ما بيقولوا وثيقة الاقتصاد او وثيقة ان انا بصدر واستورد هي العبرة، انا بصدر بقد ايه وبستورد بقد ايه. يعني هتفق مع الكلام اللي انت قلتيه بنسبة كبيرة جدا، حقيقي ان احد النقط النقاط الهجوم احيانا بتبقى على الاتفاقات التجاريه في كثير من الاوقات ان هي بتقول في الترويج ليها انها هتزود صادرات مصر، انها هتفتح الفرصه امام الصادرات المصريه انها تنفذ الاسواق العالميه، بعدين نيجي النهايه نبص الى الميزان التجاري ونشوف الصادرات والواردات نلاقي ان العجز بيتزايد وان الصادرات ما زالت اقل من الواردات، ده كلام سليم وده اللي بيعمل هجوم شديد وعدم قابليه لكثير من الاتفاقات التجاريه. لكن حقيقه الامر برضو مره ثانيه عشان الصوره ما هيش واضحه، وان قرار لابد لما بناخذ اتفاقات تجاريه ده مش قرار وزير او وزاره، ده مش قرار وزير التجاره او وزير التجاره والصناعه او هذه الوزاره فقط، لا لابد ان يكون قرار بيعكس رؤيه الدوله ككل، لان في النهايه لما بعمل اتفاق تجاري انا عشان ازود صادراتي ما هيش قضيه وزير التجاره والصناعه، انا عملت الاتفاقيه فتحت الشباك، لكن هل انا عندي حاجه اباحها ولا لا؟ يعني هل انا عندي انتاج واستثمار وسلعه تتوافر فيها المواصفات اللي تقدر انها تتصدر ولا لا؟ فده كله بقى بيتم داخليا، لابد ان يكون في سياسات داخليه بتؤدي الى ان انا استفيد من هذا الشباك اللي موجود اللي انا هقدر انفذ بيه الى العالم، بان انا الاول اساعد المستثمرين انهم يستثمروا، ان انا اساعد المنتج انه يتغلب على مشاكل الانتاج، اوفر له الطاقه، اوفر له الارض، اوفر له الميه، اوفر له الماده الخام، اوفر له العمال الملتزمه وخلافه، واوفر له اللوجيستيك، خدمات اللوجيستيك، وكل ذلك بمواصفات تسمح له انه ينافس بره، وبعدين في النهايه اصدرها، فهي بتكون سلسله متكامله. اذا ده كله ما حصلش انا ما كل ما عليا فتحت الشباك. طب انا ازاي افتح الشباك وانا عندي مشاكل كتير في البيت من جوه؟ بصي ما هو لابد ان يكون العمل متوازي، ده دايما اللي كنا بنقوله، لابد ان يكون العمل متوازي، انت بتفتحي عشان كده بقول هي رؤيه الدوله. انت بتقولوا لمين يعني؟ اذا كنت حضرتك وقتها كنت المسؤوله الاولى لا يعني انا بقول الكلام ده دلوقتي في الوقت الحالي وبقوله دايما ان بصفه مستمره لابد ان احنا نكون مدركين ان هذا الاتفاق لابد ان تتبعه سلسله من السياسات المتوازيه عشان الاتفاق يجيب نتيجته. بس اذا رجعنا الى الاتفاقات اللي كانت وقتها واللي احنا شاركنا فيها، هنتكلم على اتفاقيه المشاركه الاوروبيه اللي دخلت مجال التنفيذ كنا بنعمل لها تقييم، هنتكلم على اتفاقيه المناطق الصناعيه المؤهله كنا بنعمل لها تقييم سنوي ايه اللي بيحصل فيها، لا استفدنا. ما انت بتقارني ما بين الوضع مش بس السابق واللاحق،
بما كان يمكن ان يكون كمان، لان في متغيرات اخرى دوليه بتحصل ممكن تاثر عليكي سلبي لو انت ما عملتيش اتفاقيه، يعني زي اتفاقيه المشاركه المصريه الاوروبيه، زي سياسه الجوار الاوروبي اللي احنا دخلنا فيها. لو مصر ما كانتش دخلت كان في ايدينا ان احنا ما ندخلش هذه الاتفاقيات، انت مزاياكي بتتاكل من غير ما يعني دخلتي لو فضلتي زي ما انت بدون دخول، انت مزاياكي بتتاكل في السوق الاوروبي، لان هو بيعمل اتفاقات مع كل الدول الاخرى المتوسطيه، بيعمل مع الاردن، بيعمل مع تونس، بيعمل مع المغرب، بيعمل مع فلسطين، بيعمل مع كل هذه الدول. طب احنا بقى فاحنا لازم ندخل السوق العربيه المشتركه اللي احنا بنحلم بيها كلنا منذ فترات طويله، ليه ما بنتخذش اي خطوه ايجابيه رغم ان احنا ممكن نوقع اتفاقيه اوروبيه او اتفاقيه مع تركيا ويكون فيها مكاسب كتير للدول دي؟ انا يعني باحساسنا وشعورنا وانتمائنا العربي ان الدول العربيه هتكون داعم رئيسي وعندها تمويل لمشروعات وافكار، ليه دايما احنا فاتحين الباب للاستيراد لسلع استهلاكيه وما بننميش ان احنا يكون عندنا خبره ونقل تكنولوجيا وتقنيه تفيد المجتمع بشكل عام؟ بصي، هو ما فيش تعارض ما بين ان انا يبقى عندي اتفاقات مع اوروبا ومع امريكا ومع دول اسيا والدول العربيه، ما فيش تعارض ان انت تعملي اتفاقات. تعارض يا دكتور، انا قصدي ليه بتتنفذ دي بسرعه عاليه جدا واحنا متباطئين وعندنا حاله مش متباطئين على فكره في سوق عربيه مشتركه؟ انت عندك هيكل اسواق مختلف، يعني انت يعني بالعكس انا علاقتي مع الدول العربيه في الوقت الحالي، بس طبعا نظرا للظروف السياسيه بتحصل في المنطقه العربيه في كتير من الاسواق دلوقتي، وده اسئله كثيره انا يعني عندك السوق بقى في مشكله، السوق العراقي بقى في مشكله، ليبيا بقى في مشكله، يعني عندك دي ظروف السياسيه. عشان كده برضو مره ثانيه رجعنا ان السياسه والاقتصاد مرتبطين، هذه الاسواق لا شك ان لها تاثير سلبي عليا في حركه التجاره في الوقت الحالي نتيجه الظروف السياسيه اللي بتمر بيها، لكن علاقتي مع الدول العربيه هي برضو في قمه اولوياتي، ده لا جدال. لكن عايز اقول لحضرتك هيكل الانتاج مختلف، يعني احنا مع الدول العربيه كانت هيكل انتاجنا تكون متشابهه، احنا الاثنين بنتميز بسلع كلنا ونبص فيها. احيانا كنا نعمل اكسرسايز كده، تمرين بسيط بيننا وبين دول اللي هي دول اغادير، تونس، المغرب، الاردن، نبص نلاقي ان احنا كلنا بننتج نفس السلعه، كلنا عندنا ميزه في نفس في ذات السلع، كلنا بنصدر الماده الخام. بالظبط كده. فانت بالتالي بتحتاجي للطرف الاخر اللي هو بيبقى عنده السلع اللي انت اكثر احتياجا اليها، السلع اللي ممكن تكون فيها تكنولوجي، السلع اللي هي الراسماليه، السلع. فده اللي بيخليكي تلجئي الى دول اخرى اكثر تقدما نتيجه لتشابه هياكل الانتاج ما بيننا. موقف يعني الاتفاقيات اللي تمت مع تركيا ومع بعض الدول في ظل حكومة رجال الأعمال زي ما كان بيطلق عليها ما قبل ثورة 25 يناير، لو قدرنا نراجع مع حضرتك الاتفاقيات نشوف إيه منها اللي موجود حاليا، إيه اللي تم تفعيله وإيه اللي توقف وإيه اللي إحنا هنشتغل عليه في الفترة الجاية، خاصة وإن الدولة المصرية واخدة اتجاهات يعني ناحية المعسكر الروسي؟ بصي، طبعا انا باعتباري يعني مش مشاركه دلوقتي في مجال الاتفاقات بشكل رسمي في وزاره التجاره والصناعه او في الوزارات الاخرى، لكن متابعه بشكل جيد، متابعه كشكل، او هقول لك رايي كواحده وكمان اتفصال. حضرتك جزء من الحكومه دلوقتي، الحكومه احنا بناخد منك اراء. الامر الامر الذي يعني لا غبار او يعني بناكد عليه وبتاكد على الحكومه دايما، وهو ان ما فيش تراجع عن الاتفاقات اللي تمت، دي اتفاقات دي بتعكس ثقه في الدوله، يعني ده اتفاق دولي مش هيتغير كل ما يجي شخص هتغير الاتفاق، يعني فدي الاتفاقات الدولية التي عقدتها حتى لو مصر تم اختلاف سياسي ما بين الرؤى في الدولتين. الاتفاقات الاقتصادية ممكن يتم إعادة مناقشة، يمكن إعادة تغيير بعض من الشروط باتفاق الطرفين، لكن إن أنت توقف الاتفاق برضو قد يكون باتفاق الطرفين، وده لم يرد يعني، وما فيش حاجة ظاهرة وما فيش حاجة أعلنت عنها الحكومة المصرية إنها ستوقفها، إن يعني الاتفاقات بتسير كما هي. بس تركيا هددت أكتر من مرة بإلغاء أو المناقشة أو فتح المجال مرة تانية إعلاميا. لكن ده ما حصلش يعني على حد علمي أنا رسميا، قد يكون هناك أمور أخرى في وزارة التجارة أنا مش على علم بيها، لكن لم يحصل أي تغيير في الاتفاق من مصر وبين تركيا من وقت ما وقعنا الاتفاقية سنة 2007. يعني يمكن يكون مثلا ما تمش جولات أخرى لمزيد من التحرير أو خلاف، قد يكون هذا ما تمش، لكن ما فيش أي رجوع عن اتفاقات تمت سابقا، ده اللي أعلنته الحكومة المصرية أكثر من مرة لكل الاتفاقات الدولية كما هي، لان ده انت هنا بتتكلمي من مجتمع دولي، بتتكلمي عن مصداقيه للدوله ولسياساتها ومصداقيه للمجتمع، يعني كثير من الناس قامت بانتاج وباستثمارات في اطار هذه الاتفاقات، ما جيش دلوقتي بناء بعد ما تكون بدات في استثماراتها ودراسات جدوتها وابتدي اغير ملامح السوق تماما، يعني ده امور غير وارده حقيقه الامر. خلينا يعني ننهي حلقتنا الأولى معاكي النهاردة على وعد إن احنا هنستكمل معاكي حلقتنا الأسبوع القادم إن شاء الله، في هنتكلم بقى على جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار اللي حضرتك بترأسيه، بتتعاملي ازاي مع زي ما بيقولوا حيتان ومافيا السلع الأساسية والسلع المستوردة، بتواجهيهم ازاي، وهل انت
عندك حالة من الضبط والربط وبتساعدك الحكومة على انك انت الجهاز يكون قوي، ولا في امور تانية؟ بشكرك على وجودك ميرسي معانا، ليكي. وبشكركم مشاهدينا الكرام، ونلتقيكم مع الدكتورة منى الجر في الاسبوع القادم ان شاء الله.